اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقتنا الليله من برنامج اصداف. حلقتنا الليله موضوعها عن خفاض او ختان البنات، لكن قبل ان نقيس الاستوديو ونتابعوا الحلقه لنشوفوا في بلاد هذا الفيديو اللي من خلاله لنتعرفوا على الطريقه اللي كانت تتم بها هذه الممارسه. والله هذه ظاهره، وطبعا ذاك من خلال احدى النساء اللواتي كنا يمارسن هذه الظاهره. منين يجيني حد لنا نقطع الشير؟ نقبضنا نحوز اليه ونقبض له حولي، والله التراب، والله شلاين تكيه إليه، تكيه للتراب، راسه هك في التراب وراسه إلى هم اللي في التراب زفا به الدم، ما يقدر يمشي إلى الفراش. نحوز إليه هنا نقطع لي أش، نقبض له لنسد ونعمل له هاك به، لا نعمل له هاك به، نحكمه بظهاري، هذا ظهرك ظهاري، إن شاء الله ظهري ظهرك نحكمه به. ونعمل له هاك، نقط القطة كذا، نقط الهوك، ونشفر أنا، ونقبض له الصلاح، ونقبض له كنا احنا الأولين، نقبض له بقرة، بقرة تحمى، وتثق، ومنين نقطه تعود مثق بسابقنا، نقطه هو، ونعود منين نقط ونقبض بيك البقرة، شو نعمل له هاك بياك، نكمدو بذاك البقرة اللي هو، لين يجي يشد، يرقى، ونغسل. نغسل بالصلاح، لأن نغسل بالصلاح، ونسابق نقطو، لأن نقطو باط، لأن نغسل بالصلاح، لأن نغسل بذيك الصلاح، ونحوز إليه هنا، ونكمد إليه ذاك بقرة لحمة، بقرة لحمة، مولي، هذا إحنا الأولين هم اللي نعدلو باط، هي اللي نقطو به، ونقوى شراويط، ونحزمو به، أو خاضو، نحزم له خاضو مولي كأنه شي نحزمو به الحين. لا نقضى شيء هذا شيء خلاص دود الشروطة نحز أوريكات نحزمه لين نحزمه الحزمة ذاك قوي ماتو شيء نحزم هذا ذاك اللي شوف نحزمه بهذا ذاك اللي رأي نحزم الثانيين مولين لين نحزم قوي ماتو الأربعة أو الثنتين الخيضاتو لين نكز عليهم الشراوط لين نكزهم عليه نحزمهم عليه ونط وخليه تونوها من أيوة أدنى هذا التالي ضرك هذا يلب أرض ما تلاو يديرو ما تلاو يديرو ضربة الحمى هذا يقبضه منطلع إلين يفوت إلين يغسل ويش تقبض أشياء من منطلع منطلع شو تعملي له وياهاك إلى ذاك الشفيرات لين تعملي له وياهاك لين تدهني حتى لين تدهني منطلع كامل تديريها له إلي وتحزمهم ولي ولا تحزمه في خيضات ذوك والتالي أدنى أدنى يا دقاي إن قالها قدرة تود الواحد يود يشتري قدرة إن قاي يود قدرة قدرة يود كأنه ما ي ما يود بهرع ما يعود يود كأنه بعض مضموم يود إلا مضموم وتو كافي تشوف منين تقطي ظهرك إن تود أنا بعد قطعت وحدات وأدم قدرة يا ولدك أنت لارك ما تستعدليها أنا ما تيتنقد أنا ركيني ضفت ضفت أنا ماشي أتقبضني الصفقة منين هو منين تنقطو كيني تكيل تقبضني الصفقة وتكيني ضربية ذل تنخاف تنخاف وقلت لك وذي ذي كتلانسة تستخدم ميل وذي الآلات أنت مصرين كنت تقبض سابق تجي لانسة وسابق يجي ما تبارك الله أنا قابلت على والدتي والتي كانت تقبل وتقطع وإذن التانهم اللي كيف حكامتها تقطع باش قالت أولا كانت تقطع باش تقطع ساقد جيلان ساقد جيلان لا قام أنا أروى نار ولا كنا البادية وشي نقطو كنا بموس والله لنست باطة زمن لنستات اللي مانعين لهم تنقبض الوحدة وتنقطع به وهي شبيه وتقطع والدتي وانا هي حكامتها شي هو لا بدرون يشيني نيتكي لا تقضي الورقاش لا يحكم شي الحكم الله يحكم الشفيرات يحكم الاشفار التاكي به وتود الحكامة هي اللي هاي هي اللي تقطع شي تي حاكم ذاك شي خرس حكمي ذاك هون حكمي لي ذاك هون قبل الشي حكمي هون لا تودي كي الحاكم الشير الله حاكم الشي
إلين تحكم شيء، إلين تقبض شيء هذاك شيء، لك إيه تحشي إلين تحكم يلحق ما ذكر، إلين تحكم يلحق ما رأيتك تاكي تاكي ذاك تشير إلين تنقطع، لين أقبض لها لين شيء ونقطعها به بالحين، لين نقطعها به ونودن تيلا ما نطلع، أقبض ما نطلع وندهن به. لين ندهن به بذي الحين. قولي وقالوا عن عيا وكيت وحدات انتو عدلهم انهم كيت قل صحتهم على ذاك والله يقبل من زيف ذاك ما قد دخل لك. حمد الله وشكرته. ما قد يعني حمد الله وشكرته ما قد ما اللي سمعت بين ما حمد ما قد سمعت لي ما نعرف لي الحمد لله يعني زويق له يعني هو ما حد يقادر عليه تبارك الله اللي انا لا نعدله وانا ما تقدر لي ما تلقى عندي له حاله جاتنا قا هون طبيبه هون وقالت لنا ما تلعوا قاعية انه ما تلعوا ينقطع قلت قلنا انه قاع وفينا قاع منه ان شاء الله الا وفيت منه قاع الا وفيت منه قاع قلت له اللي يقطع هون انا وانا قلت له هو يتقاع انه ما تيت نقطع لك شفنا في بلد هذا الفيديو اللي نعتنا الطريقة اللي كانت تنبيه هذه الممارسة الشنيعة وشفنا الادوات اللي يستخدموا والطريقة اللي تنبيه هذه العملية اللي تابعوا في بلاد الصدارك واحدة من الطافلات اللي تمت عليها هذه الممارسة نشوف رأيها فيها شنو بسم الله أنا سبت ما تسمى شاربة نقرأ سنة كنت نقرأ سنة خامسة اللي واقع 4 سنة من وقت ما تتنقر واي جداش اللي أنا كنت عندها وزينتني علم على أنك مزينة أنا والله اللي علم أني مزينة ولا قط الكتاب كل اللي انت قط سمعت عادك تحسس اللي يقولوا عن من ما انت زينه يعني والله اللي سمعناها قط سمعت والله اللي سمعناها وبالنسبه لك انت ما عمرك ما قط خيمت ما كنت خيم سابقا فتره الدوره الشهريه يخرجوا لك شيء من الاعلام اللي ما هو محتاج والله وقولي لي مانك خايفه من مضاعفات الزينه والله عندك تقال هي زينه ولا انا بالنسبه زينه عنجي انا زينه عنجي ومدي زينه عنجي هي قايل ما ادري والله إلي ما أدري سعري زين عندي خواتي تاري من يوم ديال ما أدري سعري زين عندي حتى كنت مستخدر بيني تعدل لي زين وذا كان قولي لي أنت مالك خايفة لك نقول وحدة عن كنت مريض معدلة وتتخيم ورادة وتقول صحتي يعني أدري ليش المشاكل بس برا ولا شو تعمل قدر أنت برا كذا أنت ما خايفة منه ما الله ما شاء الله ما خايفة منه ما خايفة منه ما الله لك تابعنا في بلد التقريرين عرفنا طريقة التنبيه هذه الممارسة وشنو رأي قاع الفتيات اللي تمت على الممارسة دارك لهنا تقلوا شور الاستوديو ونشوفوا البعد النفسي لهذه الممارسة أو الظاهرة ونشوف سياقها الاجتماعي ومن ثم نعرفوا الأضرار الصحية اللي ترتب عليها فيما بعد تابعونا وإن شاء الله تعجبكم الحلقة.